السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة دايما يا رب. في الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعرف ايه المكنة الصغيرة الجميلة الحلوة دي، ونعرف استخدامها ونعرف اذا كانت عملية ولا لا بإذن الله. واتمنى ان شاء الله الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم بإذن الله. وقبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله والصلاه ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. لو لسه يا ست الكل جديده في القناه يا ريت تنوريني بالاشتراك، واذا عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، اكون شاكره ليكي جدا جدا. المكنه الصغيره دي بصوا انا جبتها من فتره كده، بس ما اشتغلتش عليها كتير لاني للاسف يعني ما استحملتنيش للأسف الشديد. هي مش عايزة شغل كتير، هي عايزة حاجات بسيطة جدا 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 فوق ما تتخيلي. عايزة بمعنى أصح تبقى معاكي لو انتي رايحة مصيف، لو انتي رايحة مثلا في مكان وهتحتاجيها فبتاخديها معاكي للايه، للطوارئ مش أكتر. زي كده ما بنكون خارجين وبناخد في شنطتنا بكرة الخيط والإبرة بتاعتنا طبعا للطوارئ. طيب المكنة الصغيرة دي هي مش عملية طبعا، مش عايزة شغل تقيل زي ما قلتلكم. مكوناتها ايه؟ هي عبارة عن المكنة اهي، ومكوناتها الدواسة اهي، دي الدواسة بتاعتها، وهنا بتشتغل بالكهرباء، دي الفيشة بتشتغل بالكهرباء او بالبطاريات. البطاريات بتبقى تحت اهي، بتبقى هنا في الباب ده، والزرار ده، الزرار ده بتدفي منه، بتدفيها وتشغليها منه تمام. ودي طبعا الطارة اللي بتنزل وتطول الابرة معايا، وهنا ده بيت المكوك. طبعا هي ما استحملتنيش، ما جذبش عليكم يعني، هي ما استحملتنيش خالص. والزرار ده بيوسع الغرزة ويضيقها، الزرار ده بيخلي لك الغرزة واسعة او لا، يا ربي، هي الزرار ده بيخليها بطيئة او سريعة، low and height، يا بطيئة يا سريعة. دي مكوناتها، هي استخدامها بسيط جدا واستخدامها سهل جدا، مفيش اسهل من كده. بس نصيحة مني، لو هتشتريها علشان البيت لا، هي مش هتستحمل، مش هتستحمل انك كل شوية تشغليها، او بمعنى اصح انك كل يوم تشغليها، لا. هي عايزة استخدام بسيط جدا، حاجة مقطوعة قطعة صغيرة، هتقصري بنطلون، حاجة بسيطة كده يعني، مش عايزة شغل تقيل. اتمنى ان شاء الله بإذن الله الفيديو يكون عجبكم بإذن الله ان شاء الله يا رب. واتمنى تنوريني في القناة بالاشتراك، واذا عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، اكون شاكرة ليكي جدا. وان شاء الله بإذن الله اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي، واقول لكم سلام.